مخلص محب يستمع إليها ولا يشتكي أبداً. كل هذه الصفات تبدو مثالية لرجل أحلام أي فتاة، وبالفعل وجدته الأمريكية روزانا راموس وتزوجته. إلا أن هناك مشكلة واحدة، أنه ليس إنساناً حقيقياً ولا حتى موجوداً في الواقع. روزانا راموس التي تبلغ من العمر 36 عاماً أعلنت أنها تزوجت من رجل افتراضي ليس موجوداً، صنعته باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي. راموس قالت إنها عقدت قرانها على الشريك الافتراضي إيرين كارتل بعد استخدام تطبيق على الإنترنت لإنشائه، موضحة أنها ابتكرته بمواصفات خاصة تتناسب مع من تحب أن تختاره شريكاً لحياتها، وتزوجته بالفعل بعد أن وقعت في غرامه العام الماضي. فكيف صنعت راموس هذه الشخصية الافتراضية ووقعت في غرامه؟ راموس استخدمت برنامج ريبليكا الذي أنتج لها زوجها الافتراضي، وهو عبارة عن روبوت دردشة يمكن تطويره لإشباع الجانب العاطفي. روبوت الدردشة هذا يستخدم تقنيات متقدمة لتقليد اللغة والاستجابات الشبيهة للبشر عبر نظام GPT-3. هذا النظام يتيح للحواسيب التعلم تلقائياً من تجاربها من دون الحاجة إلى البرمجة، كما لديه القدرة على إتمام جمل ونصوص عن طريق الاعتماد على كمية هائلة من المعلومات التي تم دمجها في ذاكرة النظام. وعلى عكس تشات جي بي تي، فإن ريبليكا لا يعمل كمساعد افتراضي أو محرك بحث، بل يعتبر روبوتاً رفيقاً. يمكن للمستخدمين تحديد علاقتهم مع روبوت الدردشة على البرنامج الذي يتيح خيارات الحديث معه كصديق أو شريك أو زوج أو شقيق أو حتى معلم. ويسمح البرنامج للمستخدم اختيار الأفاتار الخاص به على الموقع، ومن ثم الحديث مع الروبوت ليس فقط عبر الدردشة بل أيضاً بالصور والفيديو. ويتعلم البرنامج عن شخصية من يتحدث معه من خلال كثرة التواصل معه، فيصبح يستخدم نفس التعبيرات وطريقة كتابة الشخص والرموز التعبيرية والمواضيع التي تطرح خلال المحادثة. فكلما تحدث الشخص مع ريبليكا أكثر، زادت معرفة الروبوت بشخصية من يحادثه، ما يولد إحساساً لدى الأشخاص بأن الروبوت يتفهمهم. وهذه الصور التي انتشرت لراموس وزوجها الافتراضي كارتل صنعتها راموس بنفسها على برنامج ريبليكا، حيث اختارت شكل زوجها مستوحية إياه من شخصية كرتون يابانية، وانتقت له لونه المفضل وأغانيه المفضلة وأيضاً مهنته وهواياته، وكل هذا ب$300 فقط. روزانا تقول إن علاقتهما مشابهة تماماً لعلاقة أي زوجين عاديين وإنها مثالية، كما أنها لن تقدر على أن تصادق رجلاً آخر لأن معاييرها أصبحت عالية جداً. وسائل إعلام عالمية أكدت أن العديد من الأشخاص صاروا يلجؤون لبرامج ريبليكا وبرامج أخرى للهرب من الواقع وتصميم عريس حسب الطلب. الأمر أثار مخاوف عدة لدى خبراء التكنولوجيا، مؤكدين أن التفاعل مع كيان افتراضي يمكن أن يوفر بعض الراحة والتسلية، ولكنه لا يمكن أن يحل محل العواطف والاتصال الحقيقي مع الأشخاص الحقيقيين.